الحديد توصيله عالي، الستيمتي مالته قليله. الماء يعني حسب الاملاح، كل ما تزداد الاملاح هسه راح بالتجربه راح ناخذ ماء، كل ما تزداد نسبه الاملاح كل ما التوصيليه الكهربائيه تزداد، يعني الستيمتي تقل. لذلك هسه بالبيت اجي الولد قرص البيت مالتي، جاب له قطب مال نحاس وقرص الارض، جاب له كربون وجاب له من كريش على خلاه. زاد كريش قال حتى تزداد الكريش حتى توصيل الكهربائي يزداد، يعني كل ما تزداد الاملاح كل ما تزداد توصيل الكهربائي، يعني السد ايش فيها تقل. هسه شنو اللي يهمنا بالنسبه لهندسه المكان؟ هندسه المكان اللي يهمنا انه الطبقه المكمليه تتغير الريزستيفيتي مالتها حسب المكون مالتها. فلو ناخذ مثلا مجموعه من المواد، ناخذ ماي حلو سويت ووتر وناخذ براين ماي مالت وناخذ اويل وناخذ فورميش. طبعا هنا السويس ووتر الريزستيفيتي مالته يعني لحد ما جيد. ما بيطلع. يعني على ما اعتقد يعني 30 اوم لكل متر. البراين زيد التوصيليه يعني قلل الريزستيفيتي مالته. فواحد اوم لكل متر. الاويل زيد الريزستيفيتي. اي وبالتالي خليت التوصيلية احسن. فشنو تغير عندي؟ صار عندي تقريبا 95 البراين جبنا 1.95 اوم لكل متر. الفورميشن كله مع الاويل يوصل ل 300 اوم لكل متر. حتى هاي الارقام داخل الريزستيفيتي لوب اللي هو الريزستيفيتي لوب راح يصير بشري. فانت شو تسوي؟ بعد هذا مقياس الريزستيفيتي منا انت بعد يصير عندك لازم بديهيه. هذا اقل ما يمكن الريزستيفيتي، هذا هاي طبقه فورميشن شنو؟ هاي هي براين. واضح؟ زين. اذا هاي المنطقه منا الايجابي صارت هاي، انا اقول هاي هي براين. هاي بما انه الريزستيفيتي مالتها عالية هو نفس الروك، فإذا هاي لازم فيها هاي الركاب. زين؟ فأنا دريت أحفر، أقول لها بس ثقب لي وين ثقب لي؟ كان يقول هاي على عمق 4200 قدم، أقول لها بهاي الطبقة منها لحد 4300 قدم سوي قام سوي مشبع وسوي لي فورميشن. فإذا الريزستيفيتي مهمة ولا ما مهمة؟ من الخواص المهمة، لأن على ضوء حد مكان الفورميشن مالتي. زين. بس احنا راح شو نسوي؟ نقيس الكوندكتيفيتي ونقلبه حصل على الريزستيفيتي. راح ناخذ تاب ووتر ماي حنفية وسويت ووتر ماي ماي القناني وناخذ ماي ملحي وناخذ الاويل بس كل نقطة موجود ما ضايع.